الطاقة الميكروويف دي كانت بتستخدم لفتح أبواب غير البوابة الأساسية النجمية اللي موجودة في الهرم. ولازم نفرق بين البوابة العالم السفلي الموجودة فعلا اللي بتنزل بيها لجوف الأرض وبين البوابة النجمية. البوابة النجمية بتفتح على أبعاد أخرى وكائنات في ترددات أخرى. لكن بقى أنا اللي يهمني في كريستالات أطلانتس دي إيه؟ إن وهم ليه كانوا عايزين وجايبين الكريستالة دي؟ إن أحد أهم استخدامات الهرم إن هو كان بيستخدم كنظام اتصالات فضائي فيما يسمى ما حجب عن العالم وما يؤذى اللي بالناس بيتكلموا في تفاصيله نظام إشتار للاتصالات الفضائية. ما هو نظام إشتار للاتصالات الفضائية؟ هو ما كان يسمى سر الجيزة وهو من أحد الأسرار الكونية الكبرى. بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على إن الكون كله عبارة عن ذبذبات، يعني كل الكون يخوض في ذبذبات وذبذبات مختلفة. نظام إشتار دوت له أكواد. الأكواد دي يجب أن أنت تستخدم الكريستالات دي، بتستخدمها بطريقة كودية معينة اللي بتشغل طاقات خاصة من اللي احنا اتكلمنا فيها في الهرم، بتوصل بيها لأكواد معينة لما يسمى حاجة اسمها، ممكن بس عشان الوقت هنبقى نشرحها بعدين، اللي هي زيرو انرجي بوينت أو طاقة نقطة الزيرو. دي بتبقى عبارة عن طاقات كتير مجمعة من كذا حاجة. عند الوصول لهذه الطاقة بتفتح نظام للتحكم العقلي في كائنات المجرة كلها. الناس هتفتكر ان ده تخريف بس مع